قبل ما نبدأ المقطع يا حبايب كل عادة جايب لكم قناة جدا رهيبة اسمها سيف عصام راح ياها إياها بالوصفة من الكل كل يشترك بها طبعا القناة تقدم محتوى تمثيل وسكتشات محتوى صراحة جدا متعوب عليه فلا تنسون تروحون تشتركون بها وبس يلا نبدأ المقطع الخبر الاول اللي, اللي عدنا عن نارين بيوتي ووصول قناتها لل10 مليون مشترك طبعا بالبدايه ان شاء الله الف مبروك ولكن اغلب المتابعين لاحظوا انه نارين من وصلت ال 10 مليون مو فلوكس هو نفس حركه نارين ومبارك لها بهذا الانجاز رغم انه انا واصاله واسامه مره وغيث مروان كلهم باركوا نارين بيوتي على هذا الوصول طبعا هذا زيد علامات الاستفهام والشكوك انه هل اكو مشكله بيناتهم صايره او لا طبعا اليوم هو راح يكون البث المباشر اللي ويا بعض فطبعا اتوقع اغلب المتابعين راح يسالهم هذا السؤال فخلينا نشوف هل راح يجاوبون على هذا السؤال انه اكو مشكله او لا بيناتهم خلونا ننتظر ونشوف شو يصير الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر فاول يوتيوبر اللي عدنا هو احمد ابو الرب واعلن عن نزول اغنيته الجديده فاحمد ابو الرب نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي كان دي يشكر بالمتابعين على وصول الاغنيه مال هبد الي 9 مليون مشاهده وكان كاتب لي جوا اذا وصلت الاغنيه 10 مليون راح تنزل الاغنيه الجديده فيلا يا حبايب الكل يروح يشوف اغنية هبد عمود نوصلها 10 مليون باسرع وقت على مود ينزل لنا الاغنية الجديدة طبعا لا تنسوا تكتبون لنا بالكومنتات قد انتم متحمسين لاغنية جديدة وتتوقعون راح تكون حلوة او لا اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا هو نور مار فنور نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي كان يحمس بيه المتابعين للمقطع حينزله على قناته الثانيه ولكني صراحه ما افتهمت الفكره مال هذا الستوري او فكره المقطع راح اعطيكم الستوري شوفوه واللي افتهم فكره المقطع اشرح لنا بالكومنتات فكر غيرك كل هو يا جماعه شفتوا شلون الله هذا علي فكر معاني انا ما غلطت عليه ابدا لا لا يا جماعه لا تسمعوا منه انا يعني ما انا قدامكم صورت ستوري راح العب اقول لي ما عملت له شيء اما اليوتيوبر الثالث اللي عدنا هو انس واصاله فانس نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي حمس بالمتابعين المتابعين للمقطع حينزله بعد ثلاث ساعات يعني نزل على الساعه بالاربعه وبس يا حبايبي اكتبوا لنا بالكومنتات المقطع منو متحمسين انتوا اكثر ما بين نور مار وانس واصاله. الخبر الثالث اللي عدنا عن احمد ابو الرب وعودته للاردن. فاحمد ابو الرب نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي اعلن بيه عن عودته للاردن وبنفس الوقت هم قال انه اليوم راح ينزل مقطع كلش يضحك بالتعاون يا غيث مروان فراح حط لكم هذه الستوريات شوفوها. كيفكم؟ انا رجعت للاردن. <applause> اوكي آه كمان شغله اليوم في فيديو جديد كثير بضحك <applause> مع غيث مروان آه، فتحت الكاميرا وغصبته يقيم البنات المشاهير كثير بنجيب العيد فيه بس انتو ترقبوا الخبر الثالث اللي عدنا عن ولادة أصالة المالح فأصالة نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي كان بيه صورة إلها هي وحامل قدام المراية وكانت كاتبة مار 35 أسبوع على حملها وطبعا بهذا يعني أنه أصالة باقي لها من أسبوعين إلى خمس أسابيع على موت تولد الجنين فالله يقومها بالسلامة ولتسوري حبايب لها الخبر الرابع اللي عدنا عن غيث مروان ونشر الصور احمد ابو الرب فغيث مروان نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي قال بيه انه هو انطى تليفونه لاحمد ابو الرب واحمد صار يصور نفسه صور غريبه فغيث مروان قرر انه ينشر هذه الصور للمتابعين على كل راح الستوري تشوفوها دائما بعد ما صور انا فيديو على اليوتيوب صور الستوريز بنزلهم بيهايند ذا سينز ثاني يوم من الفيديو بعد ما ينزل فالمهم وقت انا اخر فيديو انا نزلته سلمت التليفون لاحمد ابو الرب ومشورب صوروا كل شيء الا انا فبما انه ما في فيديوهات بهايند ذا سينز الي لان الشباب ما شاء الله ما صوروا الا حالهم فحنزل صورهم مع انه هن يعني صراحه حلفوني انه ما اسويها بس بيستاهلوا بيستاهلوا وطبعا هذه هي الصور اللي نشرها لاحمد ابو الرب وكل شخص ثاني صراحه وياه ما اعرفه وبس والله يا حبايب لنا وصلنا نهايه المقطع اتمنى المقطع عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناه عشان في فيزياء مقاطع مملكه القصص وبس مع السلامه